التعاون. ما بك أيها الصديق؟ أريد العبور إلى الجهة الأخرى ولم أستطع. وهنا قص الأعرج قصته إلى الأعمى. أنا أيضاً أريد العبور إلى الجهة الأخرى، ولكن كما ترى لا أستطيع أن أرى الطريق. هون عليك يا صديقي، فأنا فقدت نعمة البصر منذ ولادتي، ولم أشاهد النهر أصلاً. وما الحل؟ بل نحمد الله سبحانه وتعالى لأنه جعل لنا عقولا نفكر بها، وسوف نجد مخرجا لهذه المشكلة بإذن الله. وكيف يكون ذلك؟ أقصد ما الحل؟ نتعاون مع. ماذا؟ كيف نتعاون مع؟ أنت برجل واحدة لا تستطيع عبور النهر، وأنا مكفوف البصر ولم أشاهد النهر ولا أعرف الطريق. ولكن إذا تعاوننا معا نستطيع أن نعبر النهر. سوف أحملك على كتفي ونعبر النهر، فأنت ستكون عيني التي تدلني وتوجهني في الطريق، وأنا سأكون ساقيك التي تمشي بهما. إنها لفكرة رائعة، شكرا لك يا صديقي. وهكذا عندما تعاون الصديقان الأعمى والأعرج استطعا عبور النهر معا بأمان.